اخوك الدنف بتاع تحطيم الاسعار ب 49 ريال كل الاكل اللي قدام حضرتك ده، وكل ده موجود في الخبازين الاربعه. باشا فراخ مع لحمه ما شاء الله تكفي شخصين، وبيتزا سلامي مع مدخن، وكل ده مؤمن بناكل على كلامنا ب 49 ريال مع اخوك الدنف، وكل ده موجود عند الخبازين الاربعه. اقول لكم على حاجه، يلا بينا نشوف. عايز اقول لك يا حماد، ادينا في ملك التوفير كالعاده، بناكل على كلامنا تاني. كل اللي حضرتك شايفه ده ب 49 ريال، يعني مش مكمل 50 ريال، واكل ما شاء الله يكفي 3 اشخاص من بدري، او يكفي 2 اكله زي حالاتي. ودي احلى بشكه هتاكلها في قطر، هتاكلها من هنا من عند الخبازين الاربعه. انا عايزك تتخيل معايا كميه اللحمه والفراخ اللي موجوده جواها من كل قلب. اللي ما جربش الخبازين الاربعه فايته كتير. بسم الله. والبيتزا من عندهم في قلبك يا حاج. وكالعاده ما تنساش تصلي على النبي تحت في التعليقات، وبس كده يا باشوات، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.